السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال، ومرحبا بكم في وصفة جديدة، وصفة سهلة سهلة جدا ورائعة، وما كنحتاجوش فيها مكونات بزاف، يعني فقط ثلاثة المكونات. وها التحلية ديالنا واجدة كما كتشوفوا على الصورة، تحلية رائعة جدا يعني بالشوكولا. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش تضغطوا على اشتراك او لا سابوني باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. ونخليكم دابا مع المقادير، طريقه تحضير وفرجه ممتعه. اذا كنحتاجوا الشوكولا، يعني هنا استعملت ثلاثه ديال الانواع، الشوكولا الاسود بالحليب والابيض. ممكن انكم تستعملوا يعني فقط نوع واحد، فتقريبا استعملت 100 غرام من كل نوع. كنحتاجوا ياغورت طبيعي، جوج ديال العلب، وكنحتاجوا الجبن الابيض. يعني انا كتشوفوا هنا هذا النوع اللي استعملت، يعني ممكن تستعملوا اي نوع ديال الجبن الابيض. اذا اول شيء كناخذوا الشوكولا ديالنا وكندوبوه في حمام مائي، يعني كل نوع بوحدو كندوبوهم في حمام مائي. ثم كناخذوا الجبن الابيض ديالنا وكنضربوه مزيان مع الياغورت الطبيعي، يعني كنضربوهم بالخلاط الكهربائي. كنحصلوا على خليط كريمي على هذا الشكل. دابا عندي هنا الخليط ديال الجبن ديالي، عندي الانواع ديال الشوكولا ثلاثه بعد ما ذوبتهم. دابا هذيك الخليط ديال لاكريم ديالنا اللي حضرنا من الياغورت والجبن الابيض، غادي نفرقها على انواع ديال الشوكولا ديالي. طبعا الانواع ديال الشوكولا بعد ما ذوبتها خليتها واحد شويه بردت، نزلت الحراره ديالها، وكنخلط كل نوع بوحدو مزيان. وكنبدا نوزعهم في الكؤوس ديالي، يعني على شكل طبقات. فكيبقى لكم اختيار، كما قلت لكم يمكن لكم ديروا نوع واحد من الشوكولا اولا هكذا ثلاثه ديال الانواع، وكتزينوا يعني كتوضعوهم في الكؤوس ديالكم على شكل طبقات. بالنسبه للشوكولا الابيض غادي نخلطو مزيان وغادي نشكلو كطبقه فوق الخليط ديال الشوكولا الاسود. ملي كنوضع الطبقه الاخيره ديال الشوكولا بالحليب، كنحاول انني نقاد لها الوجه ديالها مزيان. على حسب الرغبه واللي متوفر عندنا، فهنا غنزين بالكاكاو، بودره ديال الكاكاو. وبعد الحبيبات ديال الشوكولا اولا بالفرامبواز، يعني التزيين كيبقى اختياري واللي متوفر عندكم. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. الشكل النهائي ديال الكؤوس ديالنا او التحليه ديالنا بعد ما خليناها بردات مزيان في الثلاجه، كتجي رائعه، كتجي لذيذه. وكما شفتوا اننا حضرناها بثلاثه ديال المكونات، يعني وكنوجدوها بسرعه في دقائق التحليه ديالنا كتوجد. نتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا تنضموا لصفحتي على الفيسبوك ليا شيفات أم نضال، سواء بالعربيه ولا الفرنسيه. ومرحبا بكم دائما، بالصحه والراحه.